من بروكسل. عمرو بعد التحية، على ما يبدو بأن هناك صعوبة أمام فوندرلاين، ما هي التفاصيل لديك؟ نعم، دام بالطبع تعلمين أمين، دام بعد إجراء الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي ومن ثم أيضا تعيين مفوضية جديدة وهي الآن هي أورسولا فوندرلاين، يجب أن يتم تعيين مفوضين عن كل دولة من الدول 27، وهذا كما ذكرت يمثلون في النهاية كمجلس للوزراء داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، وتكون رئيسة هذا المجلس هي بالطبع أورسولا فوندرلاين. ومن ثم يأتي هذا إلى أنه يتم ترشيح كل مفوض من كل دولة، وليس بالضرورة أن يكون منتخبا ولكنه يمثل الدولة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا المفوض يكون من ضمن المنظومة التي يتم على أساسها أورسولا فوندرلاين أو المفوض للاتحاد الأوروبي اختيار الحقائب الوزارية، بمعنى أن كل مفوض من هؤلاء ربما يتولى مشروع خاص أو مفوضية خاصة مثل مفوضية المناخ، مفوضية الدفاعية وما إلى ذلك. أورسولا فوندرلاين كانت تحاول أن تقنع رؤساء الدول المختلفين أن يكون الترشيح لشخصين على الأقل، وهؤلاء شخصين رجل وامرأة من كل مفوضية، ومن ثم بعد ذلك هذا المنصب يتم الاختيار والمفاوضة ما بينهم. بعد ذلك كما ذكرت سيكون يوم الأربعاء المقبل هؤلاء الأسماء أو هذه القائمة بأسماء المفاوضين يتم طرحها على أعضاء البرلمان الأوروبي، وقبل ذلك يكون هناك كل لجنة من لجان الفرعية داخل البرلمان الأوروبي، وتلك اللجنة تتكون ما بين 25 و76 عضوا في البرلمان. هذه اللجان تقابل هؤلاء المفوضين، وكما يكون أنه كأنه كشف هيئة أو اختبار شخصي يتم فيه مناقشة ما يريد أن يكون عليه هذا المفوض وما هي الأجندة التي يحملها. حتى الآن هذه الإجراءات تتم يوم الأربعاء، يتم طرح ذلك، ومن ثم فيما بعد يتم انتخاب هؤلاء التصويت عليهم بما فيهم أورسولا فوندرلاين كمفوضة عامة، وأيضا المسؤولة الجديدة عن الشؤون الخارجية وهي رئيسة الوزراء الأستونية كايا كلشارا التي ستتولى، سيتم أيضا إعادة أو انتخابها بشكل رسمي، ومن ثم يكون هذا التعيين. بالفعل أورسولا فوندرلاين أمنت هذه الأصوات، لكن أصوات 27 مفوض الجديد سيتم انتخابهم والاعتماد عليهم. إذا تم رفض الأسماء أو تم رفض الترشيحات من قبل البرلمان الأوروبي، ففي غضون شهر يجب أن تكون الدولة العضوة أن تقدم ترشح أسماء جديدة، ومن ثم يتم عملية الاقتراع. كل هذا يجب أن يتم في الفترة الآن ما بين شهر سبتمبر وشهر أكتوبر المقبل، وعلى أن يبدأ البرلمان وكل فعاليات الاتحاد الأوروبي بهيئته الجديدة في شهر نوفمبر القادم. ومن ثم دام هذه العملية هي عملية صعبة جدا بالنسبة لأورسولا فوندرلاين، هي التي ستقود هذا وهي كأنها رئيسة للحكومة التي يجب أن توافق عليها 27 دولة. لا ننسى أن قرارات الاتحاد الأوروبي دائما يجب أن تكون بالإجماع الكامل، وهذا معناه أنه وجود المفوض يمثل كل دولة هو يمثل الاتحاد الأوروبي وليس الأجندة الوطنية، وهذا ربما سيكون هو الصراع المقبل في هذه الأونة المقبلة، وخصوصا نعلم تماما أن اليمين المتطرف لديه الكتلة الثالثة في البرلمان الأوروبي بعد هذه الانتخابات. اليمين الوسط والذي تقوده أورسولا فوندرلاين هو الذي يسيطر بجانب المحافظين، أو اليسار المتوسط أيضا هم الذين يؤيدون السياسات الخارجية. هذه المرة تختلف بعض الشيء في المفوضية وفي تركيبة المفوضية، وخصوصا أن كل مفوض يجب أن يكون أو كل رئيس لجنة من اللجان البرلمانية يجب أن يكون لديه على الأقل 2 من النواب. أورسولا فوندرلاين لديها الآن
اربعه نواب، كل هؤلاء يجب ان يتم التفويض بالتصويت عليهم في داخل البرلمان، ويجب ان يكون الاغلبيه المطلقه اي 50% زائد واحد بالنسبه لكل الاصوات التي سيتم انتخابها والترشيحات المقبله في الاسبوع المقبل يوم الاربعاء. يعني هي عمليه معقده بالتاكيد، وعمليه صعبه ومهمه صعبه امام فون دير لاين. عمرو المنيري مراسل القاهره الاخباريه، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وسنتابع معك كل جديد. شكرا.